كي غادي مع التي اف ديالك هو داك فيف اخويا ايه يطبخوا على نار هادئه كانت اليوم رمضان هذا المهم حتى الى خرج لي كرات ما تبقيتش في الامل راه شبيه نارات ولكن الحمد لله فوالا هذا بعدا شوف قدوه اولا عبره يعني الناس اللي عندهم راه طرباج هذا راه تبارك الله زبلها ولكن ما فيش الامل ما كاين الامل هذا السي كنحترمو بيس كتعاونك هذه شويه واقفه واقفه كتعاوني ما كنعاونكش ياكي كما سيدنا نتمنى لكم كامل بخير اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو هذه غادي نوريكم الناس ديال البي تي بي كيفاش غيبريباريو البي اف اي تاعهم غنشوفوا لي بي اف اي اس ديالنا غنشوفوا ان شاء الله غادي عندهم البي فيت دابا باردون البيبليوتيك راه ديما مولفين حنا البي فيت ومعنا الاخ سعيد لا اسماعيل لا عزيز ديما كتسالي سميتو هو سي اسماعيل دابا غنسولو ان شاء الله كي غادي مع البي اف اي بي اف اخويا ايه يطبخوا على نار هادئه كلشي كلشي ياك كلشي يطبخوا على نار هادئه واش راكم غادي مزيان داكشي غيكون شي حاجه في المستوى وفين غادي حنا دابا غادي للبيبليوتيك ياك غنشوفوا الناس كيفاش تايموتوا القوم ديالنا البي اف اي اس ديالنا كيفاش غادي مع الرابورات ديالهم هكا دابا غندخلوا حاليا دابا قربنا للبيفيت البيبليوتيك راه ديما كتساعديها اما كيف ما كتلاحظوا راه حنا دابا غندخلوا السكوت تام صقيل ما شاء الله هو الاول الاخ ابوش ابوش هو البينوم ديال هذا السيد هذا هو يخدم معنا سي ابوش اش كتعاود؟ هيا صافا كتبريباري كتبريباري هذا هو جنود الخفاء باقي واحد مع باقي واحد مع الكونيكسيون هذه راه مشكله جنود الخفاء كي غادي مع بي اف ا ديالك صافا حنا هو هذاك غادي مزيان نحاولوا نديروا شويه ديال غيكون خير ان شاء الله ياك من هذه ولدي لا كونكليزيون طالعه شويه للفوق بدل ليها لا ماشي ديك دابا راه غير طلعتها واحد شويه راه صافي مزيان اسيدي الله يجيب لكم التوفيق الله يسخر لكم دابا غنمشيو ننتقلوا عند الناس الاخرين ياك مريم ياك مريم اهلا السلام عليكم فين هو البينوم ديالك شتو واقيلا مشى كي غادي مع الستاج ديال صافا هو هذاك باقي كتشونجي في لي زيبيسور هكا هذا الروبو الروبو باط راه خايب كيخلع مشى خايب مازال ما نساوش الرابور باقي كنخدمو باقي ايوا يكون خير ان شاء الله الله يجيب التوفيق الله يوفق وسلمي على البينوم ديالك واخا ما شفناهش ياك كنا بغينا نشوفو ولكن لسوء الحظ ما كاينش يلاه تبارك الله عليكم ياك غنشوفو هاد الجيش هذا هما اللون هادو اللي غنشوفو غادي نجيو عند الريسبونسابل نتاعنا السلام عليكم صافا بخير هانيه كلشي مزيان كي غادي مع كتموتي تنكمل سيداتي كاملة اوتوكاد شتو صورت الاكسل الاكسل ما في ما يتشاف عرفتي هذا عرفتي هذا كيت امبريم هذا باس باغتو باس باغتو حوريه صافا صافا كلشي مزيان الحمد لله كي غادي مع بي اف ا ديالك هو هذاك كتعاونك هذه شويه واقفه واقفه كتعاوني ما كنعاونكش ياكي شتو لافيشور ديال ديليبيراسيون لا سيرو الجروب ديال واتساب راه كاين فيه راه بودو لي شي حاجه كتطلع علينا ويلي وي ما فرنسيش هاد القضيه هادي انا المهم بان لي لا فيساج وبان لي الناس طيح اكثر من نايض لا فيساج بيكون ورا العيد باش نكون دقيق ورا العيد لا
بليز سيغ الدراما وتوقع السيمانه الجايه واقيلا الدراما وتوقع شكون اللي قال لك هذا قال لها المهم المهم راه معلومه جديده غادي ورا العيد ان شاء الله عاد كاينين الهضره جات راه موثوقه من الريسبونسابل ديال القسم باش غتعرفوا صافي تبارك الله عليكم الله يجيب التوفيق كنتمنوكم التوفيق انا كما قلت لكم انا كندوز عليكم باش غير نطمئن على السلامه ديال السبي اف اي اس لي بي تي بي اس الله يجيب التوفيق سي اسماعيل دابا فين غنمشيو نمشيو نشوفوا البروجي ديالنا بعدا البروجي ديالنا خدام عليه دابا حاليا هو راه كما تشوفوا هو راه حال الورد كما كتلاحظوا راه انا دابا حال اكسل ديالي ياك خدام في البروجي ديالي المهم انا غادي مزيان انا مازال ما ساليتش ليتود بصراحه ولكن باقي كنخربق شويه وبغيت غير نديفولها شويه باش كنهرسوا الروتين هي اللي قبل الحدث تاعو هذه هي الحياه ديال في تي بي يعني حاليا يعني واخا سالاو لي دي اس ديالهم ولكن راه باقي كيموتوا باقي خدامين في لي بروجي ديالهم راه باقي غاديين سميتو خدامين في لي رابور ديالهم وهاد الشيء وريني لكم غير واحد النسبه صغيره واحد القليله دابا ولكن كاين كاين ناس في واحد الدنيا اخرى كيموتوا واحد كنت اخو باقي تيموتوا باقي تيتحرقوا كما كتلاحظوا معايا دابا راه حاليا صافي سالينا مع الناس كاملهم سالينا معاهم دابا صراحه هذا الفيديو هذه كنت درتها غفله صراحه ما كنتش معول كاع ندير هذا الفيديو هذه وبديت كنصور صافي في الدراري ديال القسم دخلت وبديت كنصور فيهم واحد بواحد كي بحال هكا يعني جربت الحظ ديالي واحد الشيء قال لي واحد راس علاش لا ما تلوحهاش فلاشين علاش وان شاء الله نفكر انني نبدل المحتوى ونبدا بواحد المحتوى جديد ان شاء الله ندير شي حوايج بحال هكا يعني نهضر على سميتو البي تي بي على جيني سيفيل على الدومين ديالنا حتى هو و يعني بصفه عامه نهضر على الحياه ديال الانجينير ان شاء الله لانه العام الجاي ان شاء الله غنتخرجوا دي زانجينيور يعني كيفاش يعني تبريباري سميتو هذا الدومين هذا ديال الهندسه باش توصل للانجينيور ان شاء الله تلاقي دابا مع واحده اخرى من البي تي بي ياك حتى هي من البروموسيون ديالها كتبريباري حتى هي البي اف ا كاينه في البيبليوتيك ولكن ما مشات بكري ولكن خرجت واقيلا تبريباري على برا بخير صباح هانيه كلشي مزيان كي غاديه مع التي اف ا ديالك هو هذاك انت التجربه ديالك في سميتو يعني كتبريباري بروجي بوحدك يعني صعيبه شويه صعيبه يعني هذه كدير غير نورمالمون في البي اف او البي اف ا صعيبه لانه حيت كتكون القرايه اون باراليل مع ستاج دونك صعيبه شويه خاصك دير شويه الوقت كتعرف كلشي ولكن كتستافد فيها كتستافد وحيدي بعدا حيدي وانا ما عليش الشمس انا ما في تي في هذا والله يتعلم المهم سميتو راه غير كون خير ان شاء الله كون خير راك غاديه مزيان الله يجيب التوفيق وان شاء الله راه هي اللي غدوز معايا ستاج في سميتو الصيف دابا حاليا كتواجدوا حدا الفورنيسور نتاعنا غنمشيو عند الفورنيسور ديالنا شنو هو الفورنيسور هو اللي كيعطينا اللاصق في الامتحانات ياك سي اسماعيل وقسم الله غادي ندوي الامتحان كيعطينا اللاصق تبارك الله عليك السلام عليكم بخير تحيه لي تحيه كبيره واقف معنا ديما كل شيء داكشي مزيان مرحبا اخويا كيف غادي معاكم الحمد لله بخير كنشفى دابا ايوا دابا دابا راه سالونا الناس الامتحان واش كيتكبوا عليك الناس في الفترة ديال الامتحان اكثر من بطبيعة الحال حنا راه كنخدموا هاد الوقيته فاش كيقربوا لي دي اي باش تعرفوا هاد القضية يعني انه شوف ما كاين خدمة في الدقائق الأخيرة داك الشيء راه داخل عندها في الدم تحية ليه تبارك الله عليه تبارك الله عليه بالتوفيق شكرا بزاف تبارك الله عليه دابا معنا واحد الدري ياك حتى هو من اللي نصار كاتريا ماري يلا تلاقيت معاه قلت له واش عنده راطرباج لانه المظهر ديالو كيبين لي بلي انه عنده شي راطرباج بلا عاوتاني ولكن الحمد لله دابا راه فاليدا كلشي فاليدا كلشي ياك تبارك الله عليك يعني ما باقي تابع والو تابعوا غير البروجي فان داني اللي تابعوا صافي الله يوفق على سلامتك اخويا بعدا الله يسلمك شكرا بعدا باي ذا واي راه هو داير جينا انفورماتيك ماشي البي تي بي داير جينا انفورماتيك وراه غادي مزيان تبارك الله عليه الحمد لله فاليدينا كلشي وصافي ولي عنده راه طراباج الله يوفقو المهم حتى الا خرج ليك راه ما تبقيتش الامل راه شبعنا راه ولكن الحمد لله فوالا هذا بعدا شوف هذا قدوه اولا عبره يعني الناس اللي عندهم راه طراباج هذا راه تبارك الله زبطها ولكن ما كاين امل هذا السي كنحترمو بيس طلع راسك دابا حاليا غنمشيو نخرجوا من الانصا صافي راه سالينا النهار ديالنا الحمد لله يعني بريبارينا البروفي ديالنا كيما قلت لكم ديك الساعه يعني ما كنتش معول انا ندير الفيديو ما كنتش معول كاع نفلوغي كان صافي طلقت فيديو وريت نفلوغي بديت كنفلوغي قلت بوكوا با نلوحو في لاشين
داكشي علاش غنهضر لكم على المحتوى ان شاء الله في الفيديو الجاي ان شاء الله. المحتوى هو كالتالي، هو انني نهضر على الحياه ديال طالب مهندس، يعني طالب مهندس سيرتو حنا دابا بقات لنا واحد العام ان شاء الله نبارطاجيو معكم جميع لي بيريود اللي غندوزوهم يعني قبل ما نشدو الدبلوم ديال المهندس، ونشجعوكم على بالنسبه للناس اللي بغاو يبريباريو الباركور ديالهم للمهندس ان شاء الله علاش لا. كنتمنى انه يعجبكم المحتوى، الى عجبكم ديروا لايك وعطيونا في الاقتراحات ديالكم في لي كومونتير ان شاء الله باش نخدموا عليهم علاش لا. كنتمنى انكم تكونوا كاملكم بخير، راكم تما كتبارك عليكم، تشاو.